بص يا سيدي، انا شخص متنمر ودمي تقيل ومحدش بيطقني وطريقتي مستفزه وناوي افضل كده، فلو حضرتك تعبك الموضوع يعني اطلع بره، امشي امشي. لو مش تعبك الموضوع خليك قاعد، يعني الموضوع بسيط، الموضوع كله يرجع لك انت في الاول وفي بس. في فكره احسن، في فكره احسن، نطلع التريق عليك. انا بقيت التليفون وربنا عشان اجيب لك حق العمليه. بتشكر يا صاحبي. عمليه ايه يا ابني؟ هو قال لك عمليه؟ هو قال لك امي في المستشفى وتعبانه، ما قالش عمليه. تعالى. طب انت ما خدتش بالك ان هو الثاني في ايده تليفون برضه، ويمكن اغلى من التليفون بتاع الاولاني اللي هو باعه اصلا؟ ف اشمعنى يعني العمليه اللي مسكت فيها؟ بطلت تخلف بقى. لا بجد ريلي بطلت تخلف.